ولسه مع النادي الأهلي، خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن عن التعاقب مع يارا أسامة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي خلال الموسم الحالي. وأكد العوضي أن الأهلي أنهى إجراءات التعاقب مع يارا لتدعيم فريق كرة السلة سيدات استعدادا للموسم لحصد البطولات مع الفريق. وأوضح العوضي أن يارا إضافة كبيرة لفريق سيدات الأهلي، مؤكدا أنه جاهز للمشاركة في التدريبات جاهزة للمشاركة في التدريبات الجمعية استعدادا للمشاركة في المباريات القادمة تحت قيادة طارق خيري المدير الفني للفريق. وأشار العوضي إلى أن التعاقب مع يارا جاء في إطار خطة دعم فريق سيدات السلة على غرار ما حدث مع باقي فرق الأهلي في البطولات عشان نحصد بقية البطولات إن شاء الله في كل الألعاب الأخرى. وبمناسبة السلة بقى نروح نشوف مع بعض نتائج الأهلي في الأسبوع الماضي في مختلف الألعاب ونشوف هنلاعب مين في الأسبوع اللي جاي كمان. زي ما تعودنا دايما يعني في 7 دي سبورت نروح مع بعض لشاشتنا. كرة اليد سيدات عندنا ماتش الأهلي والطيران انتهى 26-19 وماتش الأهلي والمعادي انتهى 28-19. وكرة السلة رجال الأهلي ومصر للتأمين فوز الأهلي 79-51 والأهلي ومصر المصرية للاتصالات 84-44. ونروح بعد كده لكرة الطائرة رجال، كان في ماتش طلائع الجيش الأهلي 3-2. ونروح بقى للماتشات اللي جاية معانا الأسبوع الجاي. الأهلي هيلاعب سموحة دوري كرة السلة رجال يوم 3-2 إن شاء الله. يوم 3-2 في كمان لقاء في دوري كرة اليد سيدات الأهلي والزمالك، ده ماتش مهم جدا. ودوري كرة اليد سيدات يوم 4-2 الأهلي والشمس، وكاس مصر دور 16 كرة اليد رجال يوم 5-2 الأهلي والجزيرة، ومعانا كاس مصر طائرة سيدات يوم 6-2 الأهلي وأصحاب الجياد. وأيضا معانا كاس السوبر كرة الطائرة رجال الأهلي والاتحاد السكندري يوم 8-2، وكاس السوبر كرة الطائرة رجال يوم 9-2 الأهلي وطلائع الجيش، ودوري كرة اليد رجال يوم 9-2 الأهلي وسموحة. دي كانت المباريات اللي احنا لعبناها الاسبوع اللي فات واللي هنلعبها الاسبوع الجاي ان شاء الله. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض 7 دي سبورت، استنونا.